منتصف اليوم في القاهرة، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر. أهلا شيماء. أهلا بك همام، أهلا بحضراتكم، والبداية دائما بأبرز العناوين. 17 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للإطاحة بحكومة نتنياهو بسبب عجزها وصراعاتها الداخلية. ومبعوث الرئيس الأمريكي يبحث في بيروت سبل وقف التصعيد على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. بدايتنا بآخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا وإصابة العشرات وسط قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيمي النصيرات والبريج. جاء ذلك بعد ارتفاع عدد شهداء مخيم النصيرات في غزة إلى 10 فلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بالمخيم، كما أسفر قصف الاحتلال عن سقوط شهيدين بشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة. يعيش النازحون الفلسطينيون ظروفا معيشية قاسية، فإلى جانب تنقلهم من مكان لآخر فإن الخيام التي يقيمون فيها لا توفر لهم أبسط مقومات الحياة. لم تستطع الخيام أن توفر لهم الحماية من درجات الحرارة القاسية، إلى جانب عدم توافر المياه النظيفة والكهرباء، الأمر الذي جعل حياتهم تزداد صعوبة وقساوة. جحيم عاش أهل قطاع غزة تفاصيله على مدار أكثر من 8 أشهر، قصف وتفجير وهدم وقتل وتشريد وحصار ثم موت. وتكتمل فصول الجحيم بارتفاع درجات الحرارة داخل خيمة النزوح التي لا تحمل بداخلها إلا أقل القليل من مطعم ومشرب وملبس، وتم نصبها في أماكن عدة وارتحلت مع أصحابها من الشمال حتى أقصى جنوب القطاع. لكن الخيمة وإن كانت الملاذ الأخير بعد أن استهدفت إسرائيل المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات وأصبح لا مكان آمناً في غزة، إلا أنها تحولت إلى عبء جديد على النازحين يزيد حياتهم قساوة ومعاناة. وبعد أن فشلت في التخفيف من هول درجات حرارة الصيف القاسية التي نزلت ضيفاً ثقيلاً عليهم، حرارة الصيف المرتفعة وقلة المياه الصالحة للشرب وكذا الحال بالنسبة للطعام لم تمنح الفرصة للنازحين الفلسطينيين لأخذ قسط صغير من الراحة من الآلام التي سببها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. ففي كل صباح رحلة من المعاناة تتجدد للبحث عن كسرات من الخبز أو غيره من الطعام يكفي للحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، حياة قد تنتهي في رحلة البحث هذه فلا يعود النازح مرة أخرى لأسرته. حر الصيف وانعدام الكهرباء وندرة وصول المياه لهم والتي قد تصل إلى مناطق وجودهم مرة واحدة في الأسبوع، وذلك إذا حالفهم الحظ، ما تسبب في إصابتهم بأمراض متعددة. وكالة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف كانت شاهدة على هذه الأوضاع اللا إنسانية، إذ حذرت من أن ما يقرب من 3000 طفل فلسطيني قد انقطعوا عن العلاج من سوء التغذية في جنوب غزة، ما يعرضهم لخطر الموت مع استمرار العدوان الإسرائيلي والتهجير في التأثير على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
توصل تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد بريس إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل من 60 عائلة فلسطينية ما لا يقل عن 25 فردا في هجمات متفرقة وقعت بين أكتوبر وديسمبر، وهي الفترة الأكثر دموية وتدمير في العدوان على غزة، وارتفع هذا العدد إلى 50 فردا في العائلة الواحدة. ويعد قتل العائلات عبر الأجيال هو جزء أساسي من قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط للقرار الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل في قطاع غزة بكل السبل ويتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة في قطاع غزة. وأضاف أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يمثل جريمة إبادة جماعية، مشيرا لوجود أدلة كافية للمضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. يعني أنا لم أسمع بأن إسرائيل طلبت إخلاء منزل محدد منذ مدة طويلة، وهم يكتفون الآن بطلب إخلاء المناطق وليس المنازل المحددة. هذا الفعل بالإضافة إلى القتل المتعمد للأفراد، لعدد كبير من الأفراد من عائلة واحدة وعائلات كاملة، ينزل ضمن خانة القتل الجماعي لمجموعة من الأفراد، أو وهي أول حالة من حالات الإبادة الجماعية بحسب نظام روما مثلا. وبالتالي لا يمكن توصيف ما تقوم به إسرائيل في هذه الحالة إلا أنه إبادة جماعية للعائلات الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة وتستوجب المحاكمة. على أي حال ينضم إلي من غزة السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز 8 أشهر، كيف تقيم الاستجابة الإنسانية حتى هذه اللحظة على الأقل بالنسبة لشبكة المنظمات الأهلية وعمل المنظمات الأهلية في القطاع؟ شكرا جزيلا. يعني استجابة المجتمع الدولي تجاه هذه الكارثة الإنسانية التي تتفاقم كل يوم عن ما كانت عليه هي دون المستوى المقبول، حتى فيما يتعلق أولا بالضغط الحقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان، وأيضا فتح المعابر أمام دخول المساعدات، وأيضا حماية المدنيين الفلسطينيين. النقطة الأخرى التي أود أن أؤكد عليها أن فشل المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن هو أحد المسببات الرئيسية في تفاقم الحالة في قطاع غزة، سواء على صعيد الاستمرار القصف الإسرائيلي وكذلك فيما يتعلق بالحالة الإنسانية جراء القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. حتى المطالب التي والمواقف التي يعلن عنها للأسف لا ترتبط بأي إجراءات حقيقية على الأرض فيما يتعلق بتوفير أشكال من الضغط. قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجريمة الإبادة من خلال التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، وأيضا فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، الاحتلال الإسرائيلي بدلا من أن ينصاع لهذه القرارات صعد من عدوانه وأيضا من فرض حالة المجاعة. صحيح. وحالة الوضع الإنساني المتردي. طيب. على كافة. طيب سيد شوى، تعليق العمليات العسكرية بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على الأقل في جنوب قطاع غزة في مدينة رفح خلال ساعات النهار، هل ذلك يساعد على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية على استجابة إنسانية معتبرة ولا فعالية في قطاع غزة؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي وأنا ما أعلن عنه هو هدنة، ما يسمى بهدنة تكتيكية على شارع صلاح الدين، على الطريق ما بين معبر كرم أبو سالم إلى على طريق أو طريق المساعدات التي من خلالها تصل المساعدات. وبالأمس وأكبر دليل على احترامي للهدنة التي أعلن عنها باستهداف عدد من التجار وعدد من ما يقومون بتسهيل وصول المساعدات أو تأمين المساعدات. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو حتى ينتهك الهدنة التي أعلنها ذاته، ولم يعلن عن هدنة في رفح، وأكبر دليل أنه يواصل عمليات القصف في رفح وقتل المدنيين الفلسطينيين في تلك المنطقة وباقي المناطق. فيما يتعلق بزيادة عدد الشاحنات التي تطلق، هي عدد الشاحنات لم يتم زيادته عما كانت عليه خلال الأيام الماضية.
صحيح. بالعكس الأمور تزداد سوءا وعدد الشاحنات يقل عما هو مطلوب. نعم. من أجل أن يكون أن نوفر القليل لأبناء شعبنا الفلسطيني. وأود أن أشير الآن فيما وصلني من معلومات حقيقة أن هناك أزمة أو فيما يتعلق مياه الشرب في غزة والشمال بشكل كبير جدا، وهذه سيكون لها تأثيرات خطيرة. وكذلك مؤشرات المجاعة في منطقة جنوب وسط وجنوب قطاع غزة، وهناك مؤشرات خطيرة، والحديث عن آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد قد تؤدي بحياتهم. صحيح. الأمور جدا خطيرة فيما يتعلق بحالة المجاعة وحالة العطش التي تأتي في طيب. ظل وأي كمية محدودة من المساعدات الإنسانية لا تكفي هذه الحالة الإنسانية في قطاع غزة التي أوشكت على أو أوشكت إلى حدوث مجاعة حتمية في هذا القطاع. سؤال أخير متعلق بمعبر رفح، وشاهدنا بالأمس فيما يبدو أن قوات الاحتلال قامت بتدمير الصالات الداخلية من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، إلى أي مدى كان ذلك دلالة حتى وإن انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذا المعبر فإن يعني يحتاج كثير من الوقت لإعادة تأهيل المعبر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية خلال هذا المعبر أو حتى خروج المصابين الفلسطينيين وعودة العمل أو عودة عمل المعبر بشكل طبيعي؟ يعني أولا معبر رفح يمثل شريان الحياة لشعبنا الفلسطيني، سواء لخروج الأفراد المواطنين إلى الشقيقة مصر لتلقي العلاج أو للدراسة وغيرها. الاحتلال الإسرائيلي من بداية هذا العدوان وهو يدمر مقومات الحياة في قطاع غزة من خلال استهدافه لهذه البنى التحتية والمقومات المختلفة في قطاع غزة من مدارس وجامعات ومساجد ومستشفيات وغيرها، وهذا من أهم هذه المؤسسات طبعا معبر رفح الذي يمثل أيضا مثل خلال فترة العدوان المنفذ الرئيس لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذه إشارة خطيرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق الأزمة الإنسانية أولا وإدامة هذه أثارها على فترة طويلة وجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للعيش لعشرات السنوات. الاحتلال الإسرائيلي طبعا هذه مخططات قديمة جديدة لتدمير الحياة في قطاع غزة وإبقاء هذه الحالة هذه الكارثة الإنسانية لفترة طويلة. معبر رفح يمثل لنا نافذة حقيقية للحياة والاحتلال من خلال التدمير، ولكن من خلال هذه الإرادة الفلسطينية وبالدعم من الأشقاء المصريين طبعا سيتم تعمير هذا المعبر وإقامته من جديد، ولكن إلى حينه هناك آلاف من المرضى والجرحى من ما هم بحاجة ماسة للخروج للعلاج خارج قطاع غزة، ونحن نحذر أننا بدأنا بالفعل نفقد حياة الكثير منهم في ظل أن هناك 12 ألف حالة تقريبا بحالة حرجة وبحالة ماسة الآن للخروج خارج قطاع غزة. ومعظمهم من الأطفال، وأيضا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض التي طبعا تحدث التقرير عن الخيام وأوضاعها، وأيضا انتشار قنوات الصرف الصحي بين هذه الخيام، وهناك انتشار لأمراض تنفس وأمراض جلدية وأمراض في الباطنة، وفي ظل عدم توفر العلاجات واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى مس الحاجة نحن نتحدث عن تدهور خطير. شكرا جزيلا السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي قوله إنه إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق، مضيفا أن الجانب الإسرائيلي لن يناقش أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليه مجلس الأمن الدولي. هذا وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية إير لابيد حكومة نتنياهو لأنها تخوض صراعات داخلية وعاجزة، وشدد لابيد على ضرورة الإطاحة بحكومة نتنياهو، مضيفا أنه منذ لحظة استقالة بيني غانتس من مجلس الحرب أصبحت لديهم الوسائل الكافية التي تجعلهم يعملون لإسقاط تلك الحكومة.
شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشهدت هذه المظاهرات مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين واعتقال 9 آخرين. إسرائيل في قبضة أزمة تتصاعد يوما بعد الآخر وتهدد باشتعال الأوضاع في الجبهة الداخلية بين لحظة وأخرى. التظاهرات الأخيرة في القدس الغربية ربما كانت هي الأكثر تركيزا والأخطر تطورا والأقصى عنفا. آلاف المتظاهرين الإسرائيليين ركزوا تظاهراتهم أمام الكنيست، السلطة التشريعية في إسرائيل، ثم انتقلوا بعدها إلى مقر إقامة نتنياهو حاملين مطالبهم المتمثلة في إجراء انتخابات جديدة وإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. مطالب لم يمل المتظاهرون ترديدها، ولم يسأم نتنياهو أن يصم أذنيه ويغض عينيه عنها لينفجر بركان غضب أهالي المحتجزين وداعميهم، حيث أشعلوا النار في الطرقات وحاولوا اختراق المنطقة المخصصة قانوناً للاحتجاج حول الكنيست والاقتراب من مقر إقامة نتنياهو. الشرطة الإسرائيلية كانت للمتظاهرين بالمرصاد ضرباً وتنكيلاً واستخداماً للمياه العادمة لتفريقهم في مشهد خطير يدحض مزاعم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في إسرائيل، والصور هي ما تتحدث. تظاهرات كانت الأقصى في الشارع الإسرائيلي، حيث أصيب عدد من المتظاهرين ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما اعتقل عدد آخر بسبب ما سمته الشرطة تجاوزات المتظاهرين الذين تتطور وقفاتهم كماً وكيفاً، ليؤكدوا أن مطالبهم بإعادة المحتجزين لن تسقط بالتقادم وأن على نتنياهو الرحيل عاجلاً غير آجل. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي يدعمان صفقة كبيرة لبيع أسلحة لإسرائيل. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة تشمل 50 مقاتلة من طراز F-15. كما ذكرت الصحيفة أن النائب جورجوري ميكس والسيناتور بن كاردن وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى الكونغرس الأمريكي في 24 من الشهر المقبل. أوضحت بيانات رسمية إسرائيلية أن 8663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وأشارت معطيات قدمتها وزارة الجيش الإسرائيلي للكنيست لأن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42% ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21% والإصابات الداخلية بنسبة 9%، مضيفة أن 35% من الجرحى الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل يعانون من أذى نفسي. هذا ويعاني ضباط وجنود جيش الاحتلال من اضطرابات نفسية شديدة على خلفية أحداث 7 أكتوبر الماضي وتطورات العدوان على قطاع غزة. وقد أطلقت إسرائيل برامج لمساعدة جنودها للتعافي من تلك الاضطرابات التي يعانون منها نتيجة هذه الحرب التي راح ضحيتها على الجهة الأخرى ما يقرب من 120,000 فلسطيني بين شهيد وجريح. المزيد في سياق هذا العرض مع محمد رضا. ما زالت حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تلقي بظلالها على الداخل الإسرائيلي، حيث يعاني ضباط وجنود جيش الاحتلال من اضطرابات نفسية شديدة أدت إلى قيام إسرائيل إطلاق برنامج لمساعدة جنودها للتعافي من تلك الاضطرابات التي يعانون منها نتيجة الحرب التي راح ضحيتها على الجهة الأخرى ما يقرب من 120,000 فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى مئات الآلاف من المشردين والنازحين والجوعى. الصدمات النفسية لجنود الاحتلال دفعت إسرائيل لافتتاح مركزين للصحة النفسية جنوبي الأراضي المحتلة،
إضافة إلى مركز اتصال هاتفي يعمل فيه علماء وأطباء نفسيون لتقديم الدعم النفسي لأكثر من 3000 جندي يوميا. وتم إطلاق برنامج للتعامل مع الميول الانتحارية للجنود بسبب الحرب التي دخلت شهرها التاسع. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن 95% من الذين يعالجون في مركز إعادة التأهيل هم من الذكور في سن 30 أو أقل، كما أن 70% من متلقي العلاج النفسي في المركز هم من قوات الاحتياط جراء ردود الفعل النفسية لما بعد الصدمة. وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية يعالج أكثر من 64,000 جندي حاليا في مركز إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع، من بينهم 8,000 يعالجون من اضطراب ما بعد الصدمة، بزيادة 3 أضعاف عما استقبله المركز على مدار 2022. ومن المتوقع أن يستقبل المركز 20,000 مجند آخرين مع استمرار القتال في قطاع غزة. أيضا من مظاهر الاضطرابات النفسية الهائلة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة داخل صفوف الاحتلال نفسه، زيادة عدد الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة بسبب ما يعانونه من مشكلات نفسية، وهي الأعداد التي تقدرها بعض التقارير الإسرائيلية بنحو 90 جنديا ضمن صفوف جيش الاحتلال. المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية في إسرائيل حذر بدوره من الآثار النفسية والصحية على عقول الجنود الذين تأثروا بالمعارك في قطاع غزة خلال ما يسمى بالمواجهات من النقطة صفر مع عناصر الفصائل الفلسطينية، فضلا عن تعرض جنود الاحتلال لاضطراب ما بعد الصدمة جراء حوادث القتل الخطأ التي يتعرض لها الجنود على أيدي بعضهم البعض في حوادث تكررت مرات عديدة، وهو ما انعكس على الصحة العقلية والنفسية لجنود الاحتلال. وأيضا وفقا للمجلس الوطني الإسرائيلي للصدمات وتقرير ماكنزي الصادر عنه، فقد يصاب ما بين 60,000 و80,000 شخص بأعراض تخلف عقلي خطي ومستديم بسبب اضطراب ما بعد الصدمة جراء الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر والحرب في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يصاب أكثر من 550,000 شخص بأمراض وأزمات نفسية متفاوتة نتيجة أحداث 7 أكتوبر وما تبعها من أحداث. وأوضحت مؤسسة ناتال الإسرائيلية المتخصصة في مجال علاج الصدمات النفسية أنها اضطرت إلى تدريب مزيد من المتطوعين لاستيعاب الكم الهائل من الاستشارات النفسية التي ترد عبر الإنترنت نتيجة تبعات أحداث 7 أكتوبر وحرب غزة، حيث زادت نسبة الحالات التي تحتاج إلى خدمات الصحة العقلية والنفسية بنسبة 25%، وزادت نسبة تشخيص اضطرابات القلق بين الإسرائيليين عما كانت عليه قبل 7 أكتوبر بنحو 50%، فيما شهد تشخيص ما بعد الصدمة زيادة نسبة 45%، فيما ارتفع استخدام الأدوية المضادة للقلق والاكتئاب وأدوية النوم بين الإسرائيليين بنسب مقلقة. إذن أزمات نفسية لا حصر لها يتعرض لها جنود جيش الاحتلال من جهة والمجتمع الإسرائيلي من جهة أخرى، أزمات ناتجة عن أحداث 7 أكتوبر وتطورات العدوان على غزة بعد الخسائر الإسرائيلية الكبرى التي يشهدها جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة، والمتزامنة مع حالة الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة سياسيا وعسكريا في إسرائيل على خلفية الفشل في تحقيق أهداف العدوان على القطاع المحاصر رغم هذا الكم الهائل من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية ضد فلسطيني القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية احتلال معابر غزة وإغلاقها ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم 43 على التوالي. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية والمطالبات الدولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
ينضم إلينا من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عبد المنعم، ما هي آخر التفاصيل معك؟ مرحبا شيماء، على ما يبدو أن عملية الوقف التكتيكي للعمليات العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي لمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وليست لوقف العمليات العسكرية في جنوبي القطاع في مدينة رفح الفلسطينية. هذا ما رصدناه منذ أن تواجدنا لليوم الثاني على التوالي. تمنع إسرائيل وسلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء. لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية في ثاني أيام العيد، ونحن الآن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا بمرور 4 شاحنات غاز إلى القطاع. لا نعلم حتى هذه اللحظة التي أتحدث إليك فيها شيماء، هل أفرغت الشاحنات الأربع حمولتها من الغاز أم ستعود كما عادت شاحنات السولار؟ منذ دقائق قليلة وقبل صعودنا إلى هذه النافذة على الهواء مباشرة، أيضا سمعنا ورصدنا دوية عدد من الانفجارات في مدينة رفح الفلسطينية، ورأينا أعمدة الدخان وهي تتصاعد. على ما يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية، وإسرائيل ترفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. لم تسمح إلا بمرور 4 شاحنات من الغاز الطبيعي فقط، ولا نعلم حتى الآن كما أوضحت أن هذه الشاحنات أفرغت حمولتها أم لا. في ظل أيضا تصاعد يعني التصاريح الأممية والمنظمات الأممية بشأن الأوضاع الكارثية والإنسانية في قطاع غزة، والتي تتفاقم يوما تلو الآخر مع منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومع التعنت الإسرائيلي الواضح، بالإضافة أيضا شيماء إلى الأوضاع الكارثية والإنسانية التي تزداد مع حدة القصف ومع تصاعد القصف داخل القطاع، وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية قصفها للمدنيين في كافة أنحاء القطاع، إلى أن ارتقى أكثر من 37,300 شهيد حتى الآن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى الآن، وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح المدنيين من الأبرياء مع التعنت الواضح في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على المعبر أو معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية منه، وكذلك خروج المرضى من قطاع غزة إلى العلاج في المستشفيات المصرية أو حتى العبور إلى الأراضي المصرية، ومن ثم السماح لهم بالعلاج داخل الأراضي المصرية، وكانت مصر تبذل جهد كبير في هذا الإطار. مشهد آخر في الجانب من المعبر المصري، أطقم عمل المعبر من الجانب المصري هي لازالت متواجدة منذ حتى أن سيطرت آلة الحرب على المعبر من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني، إلا أن أطقم عمل المعبر هي متواجدة كذلك. يعني العملية دخول المساعدات الإنسانية تسعى السلطات المصرية إلى إدخال أكبر قدر وإنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال الشاحنات المصطفى من مدينة العريش المصرية وحتى مدينة الشيخ زويد أو حتى هذه النقطة التي نقف فيها الآن وهي محيط معبر رفح البري. هذه الشاحنات مصطفى متكدسة بالألاف، تحمل عشرات الألاف من الأطنان من السلع والمواد الغذائية. تسعى مصر إلى إدخال هذه الشاحنات لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء في القطاع المحاصر الذي يشهد حصار مطبق تفرضه عليه آلة الحرب الإسرائيلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. أيضا في الجانب المصري من معبر رفح، عربات الإسعاف ما زالت مصطفى حتى الآن بالعشرات تتأهب في حالة استقبال أو عودة المصابين والجرحى من الأشقاء في القطاع مرة أخرى بعد أن تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالعبور إلى الأراضي المصرية. مصر كانت تبذل جهد كبير في هذا الصدد، كانت تستقبل يوميا عشرات المصابين والجرحى بالإضافة إلى العشرات من المرافقين مع هؤلاء المصابين، وكانت تقدم لهم كافة الخدمات العلاجية وكافة الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفيات الأراضي المصرية. كانت هذه المستشفيات تتواجد في محافظة شمال سيناء، المحافظة الأقرب إلى قطاع غزة، وبالتالي مدن القناة وحتى الحالات التي كانت تصل إلى القاهرة حالات كثيرة كانت تأتي من غزة معقدة، ربما الحالة الواحدة تحتاج إلى 5 أو 7 تخصصات طبية دقيقة. شيماء، هذه أبرز ما لدي من تفاصيل من محيط معبر رفح البري من الجانب المصري، بالتأكيد سنوفيك بالمستجدات في التغطية والحقب الإخبارية الأخرى. شكرا جزيلا لك من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من هناك، شكرا لك. عرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن فزعه بسبب عدم اتباع مبادئ القانون الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة،
وفي سياق ذاته أوضح المسؤول الأممي أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين داخل مدرسة في قرية قصرى بجنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. هذا وأخضعت قوات الاحتلال المحتجزين لتحقيق ميداني واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت 2 منهم. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 640 طفلا من الضفة الغربية المحتلة، تعرض بعضهم للتعذيب منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأوضح نادي الأسير أن الأطفال في سجون الاحتلال وعددهم حاليا نحو 250 طفلا يتعرضون لكافة الإجراءات الانتقامية، ومنها عمليات التنكيل والتعذيب والجرائم الطبية، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأطفال في سجن مجدو شمالي إسرائيل جرى اعتقالهم من قطاع غزة. قال مستشار الرئيس الأمريكي أموس هوكشتاين خلال زيارته لبيروت، قال إن المدنيين وممتلكاتهم يتضررون بسبب استمرار التصعيد على الحدود. كما أكد المستشار الأمريكي أن المنطقة تمر بأوقات صعبة، معربا عن رغبة بلاده في إيجاد حلول حاسمة للوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل. إن وقف إطلاق نار في غزة ينهي الحرب ويفتح المجال للحلول الدبلوماسية، وهذا قد يضع حد أيضا على النزاع على طول الخط الأزرق ويخلق الشروط للنازحين اللبنانيين من منازلهم للعودة إلى الجنوب، وأيضا للمدنيين الإسرائيليين في الشمال للعودة إلى منازلهم. ولكن دعوني أن أكون واضح، إن النزاع على طول الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله قد استمر بما يكفي، يموت الأبرياء، الممتلكات تتضرر وتتدمر، والعائلات تتشرد، والاقتصاد اللبناني ينحدر ويتابع انحدار. إن البلاد تعاني بدون أي سبب وجيه، وإنه من مصلحة الجميع حل ذلك بسرعة وبطريقة دبلوماسية، وهذا ممكن وأيضا ملح وطارئ. هذا وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد بحث خلال استقباله مستشار الرئيس الأمريكي أموس هوكشتاين الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إلى جانب التطورات على الحدود الجنوبية. وتهدف زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان إلى محاولة منع التصعيد مع حزب الله على طول الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع جنوب لبنان. هذا والتقى المسؤول الأمريكي أمس في القدس المحتلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية إل لابيد لبحث ملف الحدود الشمالية وعودة سكان الشمال. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن زعيم معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس أبلغ المبعوث الأمريكي بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد. وأكد جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي أنهم سيدعمون أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، مشددا على أنه سيقوم بدعم أي قرار سياسي أو عسكري فعال بشأن هذه المسألة من خارج الحكومة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش سيعيد نشر مدافع فولكن القديمة وسيجري تحسينات على منظومة القبة الحديدية للتعامل مع الجبهة الشمالية. وأضافت أن هناك تقديرات أمنية بالتوصل خلال 3 أشهر إلى حل تكنولوجي لاعتراض مسيرات حزب الله اللبناني. ومنحت وزارة الدفاع الإسرائيلية تمويلا مفتوحا للصناعات الدفاعية لحل مشكلة مسيرات حزب الله، وأكدت أنها لن تتمكن من اعتراض مسيرات حزب الله بشكل تام رغم العمل على أي تحسينات. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع في القطاع الشرقي جنوب لبنان. وأوضحت المصادر اللبنانية أن القصف استهدف بلدة الخيام وأطراف بلدة كفر شوبة. هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد الجنوب اللبناني، ما أسفر عن تدمير مناطق بأكملها ونزوح آلاف اللبنانيين. نتحول الآن إلى متابعة مناسك الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لا شريك لك. يواصل ضيوف الرحمن رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، حيث بدأوا بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، في حين يستعد الحجاج المتعجلون لمغادرة المشاعر. وتعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجاج مع تطبيق خطط وتدابير وقائية مكثفة في منشأة جسر الجمرات. وحددت السلطات السعودية مسارات في مشعر منى وجسر الجمرات لضمان سهولة التفويج أثناء رمي الجمرات الثلاث. للمسجد النبوي مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، فالمسجد الذي غرس بذرته الأولى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ب50,000 صلاة عما سواه، وعلى مدار قرون مر المسجد بالعديد من التوسعات. تهدف سلطات المملكة لأن يسع أكثر من 2,000,000 مصل خلال 2030. المزيد في سياق هذا العرض مع خالد عاشور. قطع من نور متجاورات تلفها السكينة، المسجد النبوي بذرة غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أينعت بقعة طاهرة تتعلق بها القلوب. هذا المسجد مر بعدة توسعات نستعرضها معا. بنى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مسجده في العام الأول من الهجرة بالطين والحجر، وبنى سقفه من جذوع النخيل على مساحة 1,050 مترا تقريبا. التوسعة الأولى كانت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بسبب زيادة أعداد المسلمين في العام السابع من الهجرة، فأصبحت مساحته 2,500 متر مربع تقريبا. أما التوسعة الثانية فقد نفذها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام 17 هجريا، وأصبحت مساحة المسجد النبوي بعده 3,600 متر مربع. وكانت التوسعة الثالثة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بين عامي 29 و30 هجريا، فأصبحت مساحة المسجد النبوي 4,096 مترا مربعا. أما في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ما بين عامي 88 و91 للهجرة، حدثت توسعة للمسجد النبوي لتصل مساحته إلى 6,465 مترا مربعا. عام 161 هجريا في العصر العباسي نفذ الخليفة المهدي توسعة جديدة لتصبح مساحة المسجد 8,915 مترا مربعا. وفي عام 888 للهجرة أضاف السلطان الأشرف قايتباي لمساحة المسجد النبوي 120 مترا مربعا فقط، لتصبح المساحة 9,035 مترا مربعا. وفي العصر العثماني عام 1,265 للهجرة أمر السلطان عبد المجيد بتوسعة المسجد النبوي لتصل مساحته إلى 10,328 مترا مربعا. وفي عام 1,372 من الهجرة أمر الملك عبد العزيز آل سعود بإضافة أكثر من 6,000 متر مربع إلى المسجد النبوي، حيث وسع في صحن المسجد وزاد عدد الأبواب لتصبح مساحة المسجد 16,352 مترا مربعا. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز نفذ خطة لتوسعة المسجد لتصبح المساحة الإجمالية 98,352 مترا مربعا، والساحات الخارجية بلغت 235,000 متر مربع. بعد ذلك أمر الملك عبد الله بتوسعة الساحات الشرقية للمسجد النبوي لتصبح مساحتها 365,000 متر مربع، ثم نفذ توسعة جديدة فبلغت الساحات الخارجية أكثر من 500,000 متر مربع في عام 1,433 هجريا. وأخيرا وضع الملك سلمان خطة لأكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي لاستيعاب 2,000,000 مصل ضمن رؤية السعودية
2030. كان هذا استعراضا سريعا للتوسعة التاريخية للمسجد النبوي على مر العصور. والآن مع تطورات العمليات الروسية الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في خزان للمنتجات البترولية في منطقة روستوف جراء هجوم مسيرات أوكراني. وأكدت الوزارة أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات، ومضيفة أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث. وعلى صعيد متصل، هاجم الجيش الأوكراني أكثر من 10 بلدات وقرى في منطقة كورسك الروسية خلال 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير خطوط الكهرباء. قالت وزارة الخارجية الصينية إنه على حلف شمال الناتو مراجعة الدور الذي يلعبه في الأزمة الأوكرانية بدلا من تشويه سمعة الصين. وأكدت الخارجية الصينية التزام بلادها بتعزيز محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية التي لا تعد بكين طرفا فيها أو صانعة لها. أصيب عدد من جنود كوريا الشمالية المتمركزين قرب الحدود مع كوريا الجنوبية بجروح في انفجار لغم أرضي. وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن جيش كوريا الشمالية تكبد عدة خسائر في الأرواح نتيجة انفجار لغم أثناء العمل. هذا وتكثر الألغام المزروعة على الحدود بين البلدين. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في زيارة نادرة تسلط الضوء على شراكة موسكو مع دولة نووية. وبحسب الكرملين سيتم توقيع وثائق مهمة للغاية خلال تلك الزيارة. للمرة الأولى منذ 24 عاما يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في زيارة نادرة تسلط الضوء على شراكة موسكو مع دولة نووية. وبحسب الكرملين سيتم توقيع وثائق مهمة للغاية خلال الزيارة. كما تحدث الكرملين عن احتمال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ، البلدان اللذان يخضعان لعقوبات دولية عززا علاقاتهما منذ بدء العمليات الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022. كما تأتي الزيارة بعد 9 أشهر على استقبال بوتين الزعيم الكوري الشمالي في أقصى الشرق الروسي، لكنها كانت زيارة طغت عليها أجواء الثناء دون أن تشهد التوصل لأي اتفاقات رسمية. وبحسب الدول الغربية فإن بيونغ يانغ استخدمت مخزونها الضخم من الذخائر لتزويد روسيا بكميات كبيرة منها. واتهم البنتاغون موسكو الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في أوكرانيا. من جهتها تؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن روسيا زودت كوريا الشمالية بالخبرة اللازمة لبرنامجها للأقمار الصناعية، وأرسلت مساعدات لمواجهة نقص الغذاء في البلاد. وهكذا تأتي زيارة بوتين لكوريا الشمالية لتثير حفيظة الولايات المتحدة والغرب تجاه تعاون وتقارب متسارع في العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، يشكل بحسب المراقبين تهديدا هائلا للأطراف التي توصف بالمعادية. بدأ أسطول المحيط الهادئ الروسي تدريبات واسعة النطاق تستمر حتى 28 من يونيو الجاري. وأوضحت البحرية الروسية أن تدريبات هذا العام تتخذ شكلا ثنائيا للمرة الأولى، حيث يتم إجراؤها بين أسطول المحيط الهادئ وقوات شمال شرق روسيا. وتشارك في التدريبات نحو 40 سفينة إضافة إلى سفن الدعم ونحو 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري، بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى.
نددت واشنطن بتحركات بكين التي وصفتها بالتصعيدية وغير المسؤولة في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال أن استخدام سفن الصين لمناورات الاصطدام يعرض حياة أفراد الخدمة الفلبينية للخطر، كما يهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين، مجددا دعم الولايات المتحدة للفلبين. كانت الفلبين قد أدانت أمس اصطدام سفن صينية بسفن لها في بحر الصين الجنوبي. الأخبار الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم المبكرة وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 20% إلى 232 دولار أو 2320 دولار و69 دولارا أو سنتا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2335 دولار و30 سنتا. تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية اليوم بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، إذ طغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.15% إلى 84 دولار و12 سنتا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.17% إلى 80 دولارا و19 سنتا للبرميل. حقق مؤشر نيكي الياباني ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم عن انتهاش شهية المتعاملين لشراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة. وصعد المؤشر 1% بعد أن كان قد انخفض 1.18% أمس، متراجعا على المستوى المهم البالغ 38 ألف نقطة للمرة الأولى خلال هذا الشهر. والآن مع هذه الوقفة الرياضية ليورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا. تغلب منتخب فرنسا على منافسه منتخب النمسا بهدف دون رد في المجموعة الرابعة ليورو 2024. هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 38 عبر ووبر لاعب النمسا بالخطأ في مرمى فريقه، ليحصد المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط في مشواره باليورو. هذا وحقق منتخب سلوفاكيا أولى مفاجآت كأس أمم أوروبا 2024 بانتصاره المثير على منتخب بلجيكا بهدف دون رد. ويدين منتخب سلوفاكيا بالفضل في انتصاره للهدف المبكر الذي أحرزه إيفان سكرانز في الدقيقة 7 من عمر المباراة. بتلك النتيجة تحصد سلوفاكيا أولى 3 نقاط لها في هذه المجموعة وبفارق الأهداف عن رومانيا المتصدرة. هذا ويستهل منتخب البرتغال بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو مشواره في كأس أمم أوروبا
أمام منتخب جمهورية التشيك في مدينة لايبزيغ الألمانية. البرتغال توجت باللقب القاري مرة واحدة في نسخة 2016، بينما لم يسبق للتشيك التتويج باللقب من قبل. بتشكيلة يتصدرها نجمها التاريخي كريستيانو رونالدو، يستهل منتخب البرتغال مشواره في يورو 2024 بمواجهة منتخب جمهورية التشيك في ريد بول أرينا بمدينة لايبزيغ الألمانية. البرتغال بطلة اليورو في نسخة 2016، تملك عدداً كبيراً من اللاعبين المتألقين مع أنديتهم، أبرزهم برونو فرنانديز وجواو فليكس وديوغو غوتا وبرناردو سيلفا، الأمر الذي يضع المدرب روبرتو مارتينيز في مأزق حول اختيارته للتشكيل الأساسي للمباريات. هدف واحد تضعه البرتغال أمامها، وهو حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، في ظل ظهور قد يكون الأخير لأيقونتها الكروية رونالدو ببطولة اليورو. عدد من الأرقام القياسية يملكها الدون في اليورو، كونه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 14 هدفاً، والأكثر خوضاً للمباريات بواقع 25 مباراة، وسيصبح أيضاً أول لاعب على الإطلاق يشارك في 6 بطولات أوروبية. في المعسكر المقابل، يتصدر 3 من لاعبي باير ليفركوزن بطل بوندسليغا وكأس ألمانيا دون هزيمة تشكيلة التشيك في ظهورها الثامن بالنهائيات، المهاجمان باتريك تشيك وأدم لوزيك وحارس المرمى ماتي كوفار ثلاثي ليفركوزن، إضافة إلى القائد ولاعب خط وسط وستهام توماس سوتشيك، سيقودون تشكيلة المدرب إيفان هاسيك. فما بين أرقام قياسية ينتظر أن يحطمها رونالدو وطموح تسجيل مشاركة تاريخية، ستدور مباريات مواجهة يصعب التنبؤ بنتيجتها بين البرتغال والتشيك لحساب المجموعات السادسة. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. 17 شهيداً وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيمي نصيرات والبريج وسط قطاع غزة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو بسبب عجزه وصراعاته الداخلية. مبعوث الرئيس الأمريكي يبحث في بيروت سبل وقف التصعيد على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة، وشكر موصول للزميلة شيماء الكردي. شكرا لك همام، إلى اللقاء.